بسم الله الرحمن الرحيم. التقينا اليوم بوفد من المستشفى المكبيصلة التخصصي في برنامج الوطني للخلوع الولادية. البرنامج عبارة عن بداية عن مسح للحالات، وخاصة مناطق الشمال تفقد بعض الأخصائيين المتمكنين في إجراء مثل هذه الحالات، وربما صعوبة في التشخيص. تم اللقاء مع مدير المستشفى، مع المسؤولين في قسم العظام، مع قسم التخدير العمليات. كان لقاء تشاوري تعارفي في البداية، ثم الفريق طلع على العمليات واستعداد والأدوات الجراحية. الحمد لله كانت الأمور جيدة. بدأنا بتشكيل فريق عمل بإذن الله راح يخدم هذه الخطوة للأمام. نحن على تم استعداد في قسم التخدير والعمليات على إجراء هذه العمليات إن شاء الله، من ناحية تخديرية، من أدوات، من دعم طاقم تمريضي مؤهل، وهناك قسم العظام بإذن الله سوف يكون لهم دعم قوي. ننتظر فقط بإذن الله البداية، ونحن على شغف بإذن الله، وسيكون إن شاء الله مركز يخدم الوطن وخاصة الشمال منه. ونتمنى أن تكون هذه يعني خدمة جليلة تقدم للمرضى، وتريحهم من تكبد عناء السفر والذهاب إلى الرياض وحجز مواعيد وإضافة حمل وعبء على المستشفى التخصصي. وإن شاء الله بالإمكان سوف تتم العمليات إجراء هنا بإذن الله بقريب العاجل، وإن شاء الله سوف نسوق البشرة لأهالي الجوف والشمال عموما ببداية هذا البرنامج. بإشراف مستشفى المكبيصلة التخصصي والفريق الزائر المتخصصين في مجال جراحة العظام للأطفال، سوف يقومون إن شاء الله بتدريب أطبائنا من قسم العظام، وسوف يكون إن شاء الله على درجة عالية من التأهيل والقدرة على إجراء جميع العمليات القادمة بإذن الله دون حضور الفريق من التخصصي. وهذا سوف يضيف نقطة جيدة وموفقة بإذن الله للمنطقة. سوف إن شاء الله تلغى نهائيا التحويلات خارج المنطقة.